يا صباح الخير، صباح الأنوار، صباح المحبة وصفاء الأحلى وأغلى مستمعين ديالنا فيما كنتو. صباح الخير لكم مغاربة العالم، الجالية العربية، الناس اللي في البيوت ديالهم، الناس اللي في العمل ديالهم. فكنقول لكم يا صباح الخير، وأكيد بكل فرح كتكونوا معنا في برنامج بيت سعيد. مرحبا بكم فيما كنتو. فاليوم مشرفني ومنورني سي مصطفى بريبري، مختص في الأعشاب والطب البديل. صباح الخير سي مصطفى. صباح الخير أخزرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للمغاربة جميعا داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا بك. مرحبا في برنامج جديد. الموضوع ديال اليوم اللي هو كما قالت لك أكزيما. نعم، علاج الفطريات. الفطريات بصفة عامة. بصفة عامة. نعم. بصفة عامة. احنا اليوم غادي نتكلموا على الفطريات. دائما شعرنا قبل ما كنبداو احنا كنعطيو وصفات، ولكن دائما نبدا من حيث انتهى الطبيب. نبدأ من حيث انتهى الطبيب. نعم. أنا خص واحد المرة تعرفت عليه. خص تشخيص. نعم. طيب إحنا غادي نتكلموا على كينين أنواع كثيرة ديال الفطريات. تماما. وكينين هاد الوقت فاش كيتبدل، كيف ما كنقولوا ديالنا، كيتبدل المزلة ولا كيتبدل الجو، فكان كيبداو يظهروا بعض الفطريات. تماما، لأن أمراض الفطرية كديما كتظهر في الأمراض اللي كتزيد في العلة. نعم. مثلا الفطريات على الرطوبة. قبل البلدان الرطبه كتكون هي اكثر عرضه للامراض الجلديه. نعم، هذا هو السبب الرئيسي. السبب الثاني كما ذكرنا تيكون الجسم هو اصلا عنده مشكل في المناعه ديالو ضعيفه، او المشكل جيني وراثي اللي كيكون المسبب السبب اللي هو ذكرنا ان الانسان باش يتصاب بهذه الامراض غير ما عندهاش اسباب، ولكن عندها وراثه. وراثة الانسان كتلقى جدو وخباه ما عندوش امه ما عندوش عمو ولا جدو ولا خالو كانوا في هذه الامراض، كان الامراض ديال الحسي ديال الانف وديال الصدر وديال الجلد ولا الشاره. نعم، الشاره اللي هو بحال الارتيكاريا ولا هذو هما امراض جلديه كتدخل في هذه المنظومه ديال الامراض ديال التهاب الجلد. باش نعطيو الخلاصه ديال الامراض هو التهاب الجلد. ما هو السبب ديال التهاب الجلد؟ كما ذكر المشكل جيني ومناعي وغذائي وتلامسي. نعم، يعني ممكن عادي لينا بعض الامراض الفطريه. نعم، ممكن تعادي، ولكن الامراض ديال الكزيما الاغلبيه ما كتعاديش الامراض ديال الكزيما. بعض لان حسب النوع الفطري ممكن تعادي، وهنا كيكونوا بعض الامراض ما نساوش راه كاين المرض الاولي التهاب جلد، ومرض ثانوي فطري او فيروسي يتكون عندك الالتهاب وداك التقرح ممكن يهز لنا تعفنات. ما نساوش يعني النسبه ديال الاحتراق، النسبه ديال الالتهاب فين واصل. نعم، واضح. شي واحد مثلا عنده كزيما وتقرحات ودارت واحد الخماج وهذا، راه كيمكن تكون فيها عدوى. نعم، واضح. ممكن. طيب احنا غادي نتكلموا على الانواع ديال هاد الفطريات، وغادي نتكلموا على طرق العلاج بالطب البديل او التداوي بالاعشاب. غادي نهضروا على الكزيما اولا، وخصوصا بزاف الناس اللي كيعانيوا من الكزيما وكناخذوا ليها هي اصعب في العلاج. هي الكزيما، لان كما ذكرنا اسباب مناعيه وراثيه. هنا لجينا نهضروا بالنسبه لما ترجعوا للاصول ديالنا اللي هو التخصص ديالنا والعلاج الطبيعي وعلم الاجداد، شنو عطاو الافكار اللي عطاو على هذه الامراض، وشنو هو العلاج ديالها، كيفاش نتخلصوا منها، وكيفاش نحتاطوا منها، وما هي الوقايه. هنا كنلقاو القدماء يعني الكزيما بالخصوص هي مز ما بين الهوائيه والناريه. نعم، هذا بحال خلطتي العافيه مع الهواء. اذا الجسم كله في هذه الاركان، الأرض والهواء والماء والتراب والنار، كذلك ومثال مزاج جواتي من الحرارة والرطوبة والبرودة واليبس. إذن هاد الأمزجة بربعة اللي غلب فيهم تؤدي المرض. والكزيما تلقاو الأسباب الرئيسية ديالها التجربة ديالنا وهو خلل ما بين الهوائية والنارية. نشرحوا كيف. إذن المزاج الدموي من اللي كتزاد حرارته لما الجلد ديالنا كتسخن. إذن تماما، لأنها مادة احتراقية وهيجان. هيجان ديال الدم ملي دير واحد القدر من الماء وتغليه، راه كيغلي. باش كيغلي؟ كيغلي بالحراره. نعم، اذا راه كتكون هوائيه ومائيه والناريه. اذا شنو هو الحل؟ الحل هو اعشاب اللي كيرجعوا المزاج الاصل ديالو. نعم، وكاين الكزيما راه فيها انواع. كاين كزيما الرطبه وي اللي هي كتكون كدير واحد تتندي. كاين واحد النوع الفطريه حتى هو تابع ليها، وكاين الكزيما الجافه وهي الناريه الصفراويه المحضه. يعني غالبه فيها الناريه، وكاين الكزيما الرطبه اللي هي غالبه فيها الدمويه، غالبه فيها الهوائيه. اذا هنا مزاج مع مزاج. اذا اللي كيشخص المرض بالنسبه للطبيب اولا، ثم المعالج كيدخل الماده النفسيه وكيدير واحد التوازن ما بين الطبيعه والكيمياء.
واضح. طيب نقربوا المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا اكثر. تماما. اللي كتكون عندهم الكزيمة، فبعض المرات كنشوفوا هذيك الكزيمة كتكون حرشة، وبعض المرات كنشوفوا هذيك الكزيمة اللي كتكون الحرارة عالية، وبعض المرات كنشوفوا الكزيمة رطبة شوية، رطبة كتعطينا ما محمورة فيها غالبة او صفورة. واضح. انا نعطي واحد التعريف، اللي فيها الصفورة غالبة فهي اكثر حرارة، حتى الانسان ما خصوش ياكل حاجة حارة. وذكرنا السكريات. نعم، هذه جميع الامراض الجلديه وخصوصا الفطريات والشرى والكونديدا ولا هاد الارتيكاريا والكزيما بانواعها، السكر والمغذي. هل عندك واحد الاسطبل فيه واحد المواشي كتعطيهم اعلاف هكا السكر مع الكزيما والفطريات؟ طيب السكر خاصنا نبعدوا ليه، الناس اللي كيعانيوا من الكزيما ولا الفطريات، الفطريات بالخصوص هما الاولين ثم الكزيما. السكر كيرفع الصفراء وكيغذي لا كونديدا، غدير في طريق بصفه عامه. طيب انا سولت قبل ما نبدا وقلت لك بعض المرات كاينين بزاف الناس خصوصا مع الصيف، وحنا كنا كنلبسوا صنادل بزاف. تماما. هنا كيسميوها اخت زهره، سمي نقطعك، مرحبا، مل اسمح لي يا لا لا مرحبا، اللي كيسميو القدم الرياضي. نعم. علاش سموه القدم الرياضي؟ لان كتكون هذوك يكونوا فطريات. واضح. لان الصباط ملي كتلبسو كيتزمت عليك، وخصوصا داك الشخص يكون هو عنده قابليه. وديما كنذكروا هناك فاعل ومنفعل. الفاعل وهو العرق والصباط والحرارة وداك الدسم، والمفهوم المنفعل هو داك الجسم القليل المناعة أو عنده جينات كتقبل داك المرض. إذا تيكون واحد الرطوبة والحرارة، الفطر بنود، الفطر كينوض في الغابة، داك الفطريات راه كينوضوا على الحرارة والرطوبة، كتصب الشتيوة وكتضرب شوية الشميشة كتسخن الأرض كتنول فقيعة. أنا كنترجم بواحد الطريقة بسيطة باش الناس تفهم. إذا حتى صبعك داخل القدم تيوقع له نفس، كتكون واحد الترطيب مائي ديال العرق، بعد الترطيب تيتكونوا فطريات. نعم. مع الحراره هي اللي كتعطيه حياه. الحراره والرطوبه هي مصدر لجميع الانواع ديال الحياه. هي فاش كتعطيونا هذوك الدويورات الفطريات. نعم. ديما البروده مضاده للحياه، والحراره والرطوبه هي المولده للحياه، هي المناسبه للحياه. مشينا لالاسكا كنلقاو حيوانات قلال، مشينا لسيبيا، مشينا لافريقيا كاين حراره وكنلقاو جميع انواع ديال الحيوانات. اذا الجسم اللي كيميل للتعرق هو اكثر عرضه للامراض الجلديه من اللي ذكرتي الرطوبه والسبب ديال الفصل. الرطوبة هي مغذي لهذه الفطريات. نعم. كيفاش نحتاطوا منها؟ هذا اللي غنوصلوا، كيفاش الناس تحتاط؟ أولا غذاء. نعم. خص بعدا المتهومين في الأمراض ديال الجلد كيختلفوا من شخص لشخص، يكشف عند الطبيب. طيب. النوع ديال الحساسية، الحساسية عندها علاقة بأمراض الجلدية. نعم. خصوصا الكزيما كتكون الحساسية، أغلبية حساسية. نعرفوا مين تيتحسس، كاين الناس اللي ياكل البيض غادي يهرش، كاين اللي غياكل الحوت كحل غيهرش، كاين الناس اللي غياخذ مثلا الحار هو العدو اللدود. وي. الامراض الجلديه كافه هو مهيج للصفراء، وكيعطي يخلي الدم في حاله غليان، وكيعطينا ذاك النشيش، والنشيش هو ذاك الرغوه وذاك الهيجان داخل الجلد خارج الجلد، لان الجلد ومراه للبدن. اكيد اي حاجه ظهرت لنا في الجسم ديالنا. لان راه قال لك غذاء رجل ثم لاخر. كاين الناس دابا شوف نجند واحد الكونكليزيون، الخلاصه ديال حياه الانسان تختلف. الانسان كما ذكرنا كاين اللي ناري، كاين اللي هوائي، كاين اللي ارضي، كاين الاجسام، وكاين انواع. كاين الناس اللي عندهم امراض وراثيه من السكري، كاين امراض وراثيه من السرطان، حتى كاين امراض جلديه وراثيه. كاين اذا الانسان ديما يعرف يشوف ذاك الملف الطبي ديال العائله ديالو، باش باتي مرض، باش خالوتي مرض، باش يقدر يحتاط. باش شي واحد تلقى مثلا عندهم تاريخ سكري في الدار، هو في 120 كيلو. نعم. اذا هو كيتعرض لهذ الامراض. او واحد مثلا عنده كزيما عنده في العائله، او عنده حساسيه نيف او صدر، وتياخذ مواد اللي كتهيج الكزيما، ياكل الحار وياكل الشوكولا وياكل شي حوايج اللي كتهيج. واضح. طيب غادي نمشيو نتكلموا على هذا العلاج ديال هذه الفطريات بمواد طبيعيه اللي ممكن تماماً. انها وغادي نجيو حتى للقشره اللي كتنوض في الشعر وكتنوض الودنين، كتنوض الكزيمات الدهنيه عندها علاقه بهذا. نعم. الموضوع كتنوض الرجال في اللحيه ديالهم، فغادي نتكلموا عليها كذلك، ولكن غادي نمشيو نعطيو بعض الوصفات اللي ممكن ان المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا يستافدوا منها، خصوصا ان كنعرفوا العيالات بزاف في المطبخ كيمشيو لهاد المواد ديال التنظيف. تماما. حتى هما هذه كتسمى التلامسية، هذيك الكزيمه عرضية وليس مرضية أغلبية. نعم. يكون داك البرودوي هو المسبب. هو المسبب. اللي كتحيدو كتحسن الحالة. واضح. ولكن إلا كان عندها داخل الجسم ديالها قابل كينتج لنا هاد المشكل الحساسية ولا الكزيما، يخصك علاج داخلي وخارجي. واضح. نعطيو بعض العلاجات أو بعض الوصفات. مثلا هضرنا على النارية. النارية هنا ديما تميل الأعشاب اللي فيها تبريد. حنا غنعطيو بعض الأعشاب اللي مأمونة يشربها وليد صغير، يشربها راجل كبير، يشربها مريض عنده السكر، يشربها عنده السكر، أي مرض كيش مانع، وهو الهندباء البرية. ممتازة جدا.
لا في تنظيف ديال الكبد ولا في استفراغ للصفراء بالخصوص، لان الصفراء هي المراره وعندها علاقه بامراض جلديه بزاف اللي ذكرناها هي الكزيما. هذيك هو لا باز ديالها. الا حسنا العمل ديال الصفراء داخل الدم والكزيما كتحسن عندهم الحاله. اذا هنا كيخرج واحد التبريد وواحد الترطيب. شنو هذه؟ شنو غادي ندير؟ هي الهندباء بريع عشبه من الاعشاب معروفه. هي بوعقاد، المغاربه العربيه تعرفوها بوعقاد، في 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 الشيكوري الفرنسيه ولا هكا بالعربيه الهندباء البريه، وفيها انواع. يعني وحنا جاي الهندباء بوعقاد اللي عندها نواره زرقاء. واضح. وكاين تشقون اللي وعنوا النواره الصفراء، كاين اصناف وانواع. حنا غنمشيو اللي هي سهله وموجوده. نعم. راه ديك بوعقاد معروف عندها نواره زرقاء، كيشطبوا بها العيالات في الديور في العروبيه وداك الشيء موجوده. نعم. اذا هذيك غنيه بمواد اللي هي ملطفه للدم، مضاده للحراره، مضاده للتهيجات، مضاده للالتهابات، مضاده حتى للاورام. واضح. مضاده حتى حتى التهابات ديال الامعاء. نعم. ومزيانه للكبد ما كتضرش فيه. واضح. سؤال، بزاف الناس كنشوفوهم كيقول لك الشبه والحنه، الناس اللي عندهم الكزيما. انا غنعطيك هذا النوع، شكون اللي خصو يدير واش ممكن انهم يديروها؟ ممكن، ولكن الصحاب الفطريات مزيان لهم اكثر من الكزيما. نعم. اللي عنده دابا عندهم فطريات، اللي عنده دابا كزيما كتسيل. نعم. ممكن نديرو حبه نديرو كاين الشبه تكون واحد المعلومه. شوف، هي العلوم في الطبيعه عندها واحد علاش تخصص مزيان. الشبه ملي كندوزوها للحراره كتنقص الحده ديالها. اذا اللي غيستعمل الشبه يحرقها وعادي يستعملها. يحرقها عادي. نعم. يستعملها. وكانوا الجدود ديالنا كيديروا حتى السنان. نعم. ان كتنقي السنان من الصفوره ومن هذا، وكتشد اللثه كتحيد التهابات، وكل ما حرقتيهاش كتاكل لك سنانك. واضح. اذا هنا كتكون اقوى حده. نعم. ملي كنحرقوها كنحيدوا الحده ديالها، كتولي صالحه للعلاج. اذا تحرق واحد شويه والدار مع الحنه كما قلتي ممتازه للفطريات الرطبه، وكذلك مثال كما ذكرنا انا وياك الاخت زهراء العدس. اول مره غادي نسمع هذه المعلومه. نعم. هي زوينه والناس للاسف ما تعرفوهاش. ديما الطب ديال جدودنا كيبقى على راسنا وعينينا، وحنا كنهضروا في المنطلق التخصص ديالنا كعرب. نعم. العلاج التقليدي وداك الشيء عنده اهل ديالو وما يمكن يهضروا فيه. نعم. العدس انا نعطيو الوصفه. اذا العدس الا شدينا عدس مثلا وسلقناه في الماء، سلقناه وجففناه وطحنا غبار رقيق جدا، وضفنا له مثلا شويه ديال الورد كذلك ومثلا مطحون وحنا، ودرنا معهم زيت ديال الكوك، تيكون علاج شافي والناس يجربوه وكافي الامراض الجلديه خصوصا من نوع ديال الفطريات والزيكزيما. واضح. طيب عطينا وصفه شامله خصوصا للرطبين. الفطريات الرطبه خصوصا للرطبين. نعم. طيب احنا تكلمنا على بوعقد تماما كشريب. كشريب مأمونه، ما عندها شي خوف. هذه البريه الشبه والحنه كذلك كوصفه، وعطينا العدس. طيب بالنسبه للناس اللي عندهم هذيك الكزيما كدير القشور، هنا نعطيك مثال. الكزيما اللي كدير قشور، الاعشاب اللي تقدر تعطي فيها فائده الا ما كانش فيها الهرش. نعم. الا ما كانش كتاكل. نعم. كنضيف لها شويه الخل. كانت هرش من الاحسن يتفاداها. نجيبوا الطحلب، نوع من الطحالب، اي طحلب كان، طحلب بحري، وكنخلطوه مع سميتو نولوفر، واحد النبات مائي. الى عرفوا الناس، ما عرفوش يديروا خص. الخص انا نبسط. نعم. الناس باش ما باش تكون عندهم غنعطيو خص الى شدينا خص ويبسناه. نعم. وجفناه ودرنا معاه شويه الخل والطحلب، ودرنا مع الزيت ديال الكوك، يعطي فائده لهذ الامراض الجلديه ناريه المتقشره. لان خص تبريد وخص ترطيب، وديما الكزيما بعض الناس تيدير واحد الاخطاء، تيسمعوا الترطيب ديما شوف النوع اللي عندك. الكزيما اللي كتلقاها جافه كتميل الحموره فهي دمويه. نعم. خصها ديما تبرد وما ترطبش، اقل ترطيب. والكزيما اللي هي صفراء كتلقاها وعندها قشور صفر ترطب اكثر افضل. واضح. وكاين امراض ديال الكزيما الناس ما غيفهموهاش، اللي السوداويه والبلغوميه. هناك كاين كزيما اللي كتتمتز ما بين الهوائيه، وكاين اللي كتمتز ما بين المائيه. هي الكزيما البلغوميه منها واحد الصنف ديال الصدفيه، وهذا موضوع ما يكفيناش ولا نهضروا حتى 24 ساعه ما نكملوش، لان الموضوع. نعم. كبير بزاف. هما انواع كثيره. نمشينا غير الكزيما. نعم. هما انواع كثيره غادي اللي ما نقدروش نهضروا عليها، غير هي واحد الحاجه من غير اننا سواء كنا مشينا درنا التشخيص عند الطبيب، سواء اننا استعملنا بعض المواد الطبيعيه اللي ممكن انها من الاعشاب تساعدنا على اننا نتخلصوا من هذه الفطريات، كذلك الصباط ديالنا، التقشرات ديالنا،
مثلا هذوك التقشرات اللي حنا ديجا كنا كنلبسوهم وهما فيهم الفطريات، خاصنا نتخلصوا منهم. النوع ديال التقاشر اللي غادي نلبسو، اللي عنده فطريات في الرجل خصو يوميا تقاشر جديد كل نهار، واضح يلبسها اليوم يعاودهاش غدا، وكتغسل بماء طايب. نعم. وكتجفف في الشمس. نعم. الا كان الشمس مناسبه في الشمس باش الفطريات ما بقاوش حيين، لان الفطر هي ما هي معلومه سهله، الفطر قد ما ادينا للتجفيف كنوصلوا درجه اكثر من الشفاء. واضح. طيب ما بقاش لنا الوقت بزاف سي مصطفى، حتى الريجيم الموانع ذكرنا، حتى التغذيه كتدخل في هذه الامراض. واضح. نعم. طيب بالنسبه للقشره ديال الشعر، القشره ديال الشعر بالنسبه للكزيمه الدهنيه او الفطريات ولا هذا، ذكرنا واحد المره وهو الخل، ذكرنا الخل ديال التفاح، يخفوه بالماء حسب الحيد يغسل به راسه ما تنظن ما يبقاش. ذكرنا الماء ديال البصله واحد المره، كاين رجعوا الناس للحلقات السابقه عرفهم فيهم فوائد، هضرنا على الكزيمة وهضرنا على الشعر، مرض ديال الجلد كان سبق لنا هضرنا على المشكل. بالنسبه لماء البصل مع الخل الا غسلنا به الراس ما يبقاوش في القشور ديال الراس. بالنسبه للرجال اللي كتكون عندهم، حيت بعض المرات كنشوفوا للاسف كتكون هي كزيمة دهنيه كتكون مزيته البصله عنده كدير هاد الاعراض، وكتدي لينا تان هذيك الشعره كتبدا تطيح تماما. نعم. كتسقط لانها كتلتهب الجذر ديال الشعر وكيطلع. نعم. كيطلع من لان كتموت الجذر ديالها بسبب داك السم ديال. واضح. وكاين السعفه اللي ذكرتي لي انواع ديال التونيا. نعم. حتى هي راه فطريات وكتعادي، وكذاك موضوع اخر. نعم. توكيدات التسعف الشعري موضوع ديال الجلد. واللي هو بغينا نذكره هو الريجيم، انسان ما لي بغات كونسير عارف اش المضافات الغذائيه، الملونات، الكلوريمونتير، الغذاء لا الدواء. الغذاء لا الدواء، الانسان عرف ياكل. نعم. غذاء منزلي خالي من المبيدات والمضافات والملونات، كنظن غيحصل حتى 50% من الشفاء ديال الامراض الجلديه. واضح. شكرا لك سي مصطفى بريبري مختص في الاعشاب والطب البديل، شرفتيني ونورتيني. شكرا لك. مرحبا، وتحيه للجميع وان شاء الله حلقه مقبله. شكرا لك سي مصطفى، واكيد حنا مازالين معكم مستمعينا الكرام هذه 10:27 على راديو بلس، فغادي نمشيو فاصل اشهاري وراجعين لكم، فابقوا معنا.